نشرت مجلة فوربس ميدل إيست لائحة بأسماء أكثر 100 شخصية مؤثرة في مجال الأعمال من قيادات الشركات العالمية والمحلية لعام 2018 في قطاعات مختلفة كالتكنولوجيا والاتصالات والخدمات المالية. وتضمنت اللائحة اسم محمود اليحيى المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في شركة زيروكس. أظهر خبرة ومصداقية في سوق الشرق الأوسط لأكثر من 14 عاماً، كما ساهم في قيادة فرق تطوير الأعمال التكنولوجية في المؤسسات متعددة الجنسيات عبر بيئات اقتصادية مضغوطة. قائد تحفيزي بنهج تعاوني مبني على الشفافية وتكريس مهارات الفريق على تحقيق الأهداف وضمان نمو الحصة السوقية. اليحيى يدير شركة زيروكس، وهي شركة عالمية متخصصة في مجال إدارة المستندات، والتي تصنع وتبيع عددا من الطابعات والأنظمة متعددة الوظائف وآلات التصوير الضوئي بالإضافة إلى الخدمات الاستشارية. أسس اليحيى شركة رائدة في شمال أفريقيا لتأمين حقوق بيع المنتجات، وعمل على تأسيس قنوات زاير آس في باكستان والعراق، كما أنشأ محفظة بقيمة 15 مليون دولار. ضمت القائمة مبدعين وصناع تغيير قادوا شركات أحدثت تغييرا في منطقة الشرق الأوسط، وأسهموا في توليد إيرادات لشركاتهم وإدارة تطوير مشروعات مرموقة وطرح أفكار مبتكرة أحدثت تغييرا جذريا في حجم الإنتاج والمبيعات، بالإضافة إلى مشاركتهم في قيادة مبادرات اجتماعية لتنمية المجتمعات. لم تتوقف مساهمة المدراء التنفيذيين عند هذا الحد، بل قام هؤلاء القادة بتوظيف خبراتهم ورؤوس أموال شركاتهم وقواها العاملة لإحداث تحول إيجابي في مختلف المدن على امتداد المنطقة. وللحديث أكثر عن الموضوع ينضم إلينا من دبي محمود اليحيى المدير الإقليمي لشركة زيروكس في منطقة الشرق الأوسط. صباح الخير محمود، وأهلا وسهلا فيك معنا بصباح المملكة. ألف مبروك بداية وجودك بهاي القائمة، وبديك تحكي لنا كيف تلقيت خبر اختيارك ضمن المئة المؤثرين، وهل عن جد كنت بتتوقع يكون اسمك بين هاي اللائحة أو لا؟ أول شيء صباح الخير روز، تحياتي إليك ولكل مشاهدي قناة المملكة. أشكركم جزيل الشكر على كريم الاستضافة، بصراحة أنا سعيد بتواجدي معكم اليوم. وبالنسبة لكيف تلقيت الخبر، بصراحة بيوم الجمعة مساء أحد أصدقائي زملائي السابقين في العمل كلمني وخبرني أنه قرأ اسمي على اللائحة، فلائحة فوربس للمسؤولين الأعمال المئة في منطقة الشرق الأوسط. فبكل أمانة ما كنت أتوقع أكون موجود على اللائحة، هذا أكيد بالنسبة لي بعتبره شرف أني أكون موجود فيها بهاي المرحلة من مسيرتي المهنية، خصوصا أني بعتبر حالي لسه أمامي الكثير لتحقيقه. يعني لغاية الآن ما وصلت لأهدافي سواء على المستوى الشخصي أو على مستوى تواجد الشركة اللي بعمل فيها في منطقة الشرق الأوسط، لكن بكل تأكيد أنا سعيد بتواجدي بهاي اللائحة، وإن شاء الله أنها تكون منصة انطلاق إلى ما هو أفضل بإذن الله. طيب خلينا نحكي عن محمود مدى أهمية أنه تتضمن هاي القائمة بشكل عام جنسيات عربية بمجال التأثير بشكل عام بمجال الأعمال. في نقطة جدا مهمة يجب أنه الكل يكون منتبه لها، أنه المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط بالتحديد هي منطقة شابة، سواء كان ذلك من الناحية الديموغرافية من ناحية تواجد عدد كبير من الشباب بالنسبة لعدد السكان الإجمالي، أو من ناحية تطور السوق وقدرته على النمو. هو السوق الأسرع نموا في العالم بكل تأكيد، إضافة إلى القارة الإفريقية. فكل الشركات العالمية والشركات المحلية عم تدرك مدى أهمية هاي المنطقة، وعم تستثمر في تطوير قيادات من هاي المنطقة نفسها لأنهم أقرب للمنطقة أو أقدر على فهم الديناميكيات اللي موجودة في هاي المنطقة، وكيف ممكن أنهم يساهموا في تطوير شركات في منطقة غنية بالفرص بالرغم من كل التحديات السياسية والاقتصادية اللي بتواجهها، إلا أنه الشرق الأوسط أكيد دائما جاذب للاستثمارات، خصوصا في مجال التكنولوجيا وفي مجال الاتصالات
في مجال الخدمات المالية بكل تأكيد. نعم، خلينا نحكي عنك محمود أكثر، احكي لي كيف كانت أو وين كانت بداياتك بالعمل قبل ما نوصل لفوربس، رح نحكي كيف وصلنا لهناك، بس نتكلم عن البدايات بالقبل. تقريبا من حوالي 14 سنة دخلت بمجال الأعمال مع شركة زيروكس من خلال وكيلها في الأردن، الشركة العربية للأنظمة المكتبية، وكانت رحلة بصراحة ممتعة، أقل ما يمكن أن أقوله أنها كانت ممتعة، بالإضافة أكيد مليئة بالفرص للتطور. بدأت كمسؤول عن المبيعات بشكل أو بآخر من تطوير الأعمال في الشركة العربية للأنظمة المكتبية، كنت مسؤول عن قطاع الشركات المهمة أو المميزة في الشركة، وانطلاقتي كانت دائما بمساعدة كل زملائي في الشركة على التطور من خلال مشاركتي في ندوات تدريبية، من خلال الاستمرارية على تطوير المهارات الاتصال، من خلال توسيع شبكة العلاقات سواء كان داخل الأردن أو خارج الأردن آنذاك. ومن ثم انتقلت من الأردن إلى دبي من الوكيل اللي هو الشركة العربية للأنظمة المكتبية إلى الشركة نفسها اللي هي زيروكس الشركة الأم في دبي عام 2013. وصار لي معهم حوالي 6 سنوات، وبساهم في قيادة منطقة الشرق الأوسط، منغطي أكثر من 13 بلد في المنطقة اللي أنا مسؤول عنها، لكني من ضمن فريق مسؤول عن أكثر من 80 بلد سواء كان ذلك في الشرق الأوسط أو في أفريقيا. نعم محمود، أول راتب قضيته قد إيه كان؟ كان حوالي 600 دينار. أكيد بداية جيدة كانت، لكن اللي ساعدني أني أنطلق 600 دينار. طيب من 600 كيف قدرت اللي ساعدني أنطلق هاي الانطلاقة القوية، من 600 كيف قدرت تكون بين المؤثرين أو بين المميزين بالأعمال بفوربس؟ والله بصراحة الأرقام يعني أكيد هي ما بدي أحكي أنها مش مهمة، الأرقام مهمة، لكن مش هو الحافز الأساسي اللي موجود عند الإنسان لمتابعة التطور. أنا شخصيا كان حافزي الأساسي دائما أني أترك بصمة في أي مكان بكون موجود فيه، وكان هدفي الوصول إلى نجاح تلو نجاح تلو نجاح. وبكل أمانة وبكل صدق بحكيها، لغاية الآن حاس حالي ما عملتش الأشياء اللي بدي إياها، ولسه المستقبل أمامي كبير الحمد لله على الفترة الماضية، لكن لساتني في بداية الطريق بكل أمانة بحكيها، لساتني في بداية الطريق، لسه أمامي كثير لتحقيقه. ويعني الفكرة من كل الموضوع هي العقلية، عقلية النجاح. فيش حدا في العالم بيشتغل بشركة أو في بيئة دائما بتكون خلينا نحكي مسالمة أو سهلة، أكيد نعم. كلنا بنمر في ظروف وفي أمور صعبة وإحباطات، لكن العقلية اللي يجب التمتع بها هي عقلية أنك دائما تتطلع إلى نجاح تلو نجاح، ودائما تسعى للوصول إلى نجاح. وبكل تأكيد ما في حدا بيوصل لحاله إلى نجاحات، نعم. لازم تكون جزء من فريق، لازم تتعاون مع كل اللي حواليك لتحقيق هاي الأهداف سواء كانت شخصية أو على مستوى العمل اللي انت فيه. اذا من دبي كان معنا محمود اليحيى المدير الاقليمي لشركة زيروكس في منطقة الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لك.